نبتدي سلمى رحلتنا الصباحية لليوم مع فقرتنا الطبية. كثير من الناس يمكن سلمى بيعانوا من الصداع، وبالآونة الأخيرة عم نشوف هي الحالة بشكل كثير كبير ومنتشرة بين الشباب وحتى الكبار. أنواع الصداع، أسبابه، طرق علاجه، رح نحكي عنها أكثر مع الدكتور جهاد عبدين، اختصاصي جراحة عصبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. حبيبي يعني دائما بنسمع، يعني اول شيء يمكن الانسان هيك بحس في هذا العرض وشائع انه راسي عم يوجعني، اي شيء عم بيصير معه راسي عم يوجعني، رجع من الشغل تعبان، يمكن اول شيء بحس فيه البني ادم هو انه في الضغط يمكن بيتولد اول شيء بالدماغ، فبحس انه راسه عم يوجعه. انواع كثيره للصداع، خلينا نبلش نحكي عنه ونشرح هي الحاله. هلا الصداع اول شيء هو عرض شائع جدا بشكل عالميا، الشكاية رقم 2 في عيادات الألم بتصدرها، رقم 1 وألم أسفل الظهر بتصدر، رقم 2 الصداع. فالصداع من الشكايات الشائعة في عيادات الألم بكافة الاختصاصات. هلأ الصداع، شو الصداع بالتعريف؟ هو كله ألم من في الرأس عدا ألم الملحقات الوجه، يعني من إيه منه ألم العين، ألم الأنف، الجيوب، ألم الأسنان، ألم الإذن، فأي ألم بقى بالرأس اسمه نسميه نحن الصداع. هلأ الصداع دائما هو مو مرض، هو عرض لمرض، والصداع عرض شخصي يعني يختلف من شخص لآخر حسب عتبة الألم، حسب المريض تعبيراته اللفظية اللي بيستخدمها فيه. فالصداع هو ألم، والألم ممكن يحدث تألم في علم النفس، يعني أما التألم لا يعمل ألم، يعني أنا ممكن أتألم من الوحدة بس ما بسبب لي صداع. أما الصداع ممكن يسبب فوت مريض بكآبة لما يستمر فترة طويلة. هلأ في شغلة هامة بالصداع، أنه أبدا ليس علاقة لشدة الصداع بطبيعة الآفة المسببة كما سنجد. مو شرط يكون اذا الصداع قوي كثير وفظيع وبده يضرب راسي بالحيط، قد يكون السبب شغله بسيطه كثير كمرض بسيط هو الشقيقه، وقد يكون الصداع خفيف مخاتر عم يترقى فتره بسيطه ويخفي ورم دماغي. اذا ليس هناك دائما علاقه انه شده الصداع وطبيعه الافه المسببه. هاي زي كتعريف للصداع بشكل عام. طيب دكتور، خلينا نحكي عن انواع الصداع وشو الفرق بيناتهم، يعني ذكرت كمان الشقيقه، خلينا نحكي لانه مثل ما قلت يمكن هو بالمرتبه الثانيه عند عيادات بسبب الالم. كثير عم نشوف بالاونه الاخيره واحيانا بيكون تشخيص خاطئ، يعني صحيح. دائما في عندك الم مرافق للراس وما عم نعرف المشكله الاساسيه وينها. صحيح، اذا نحكي عن انواع الصداع بنحب تصنيفه بكل بساطه كما نعلم يعني طلابنا في كليات الطب، انه في عندنا بشكل عام 4 مجموعات من الصداع لانواع او اسباب الصداع. الصداع لعلة داخل القحف داخل الجمجمة، الصداع لعلة خارج القحف ويشكل 80%، يعني العلة داخل القحف تكون القليلة. الصداع الوعائي، الصداع النفسي. إذا خلينا نصنف هذول 4. الصداع لعلة داخل القحف، إذا أنا في عندي يعني مشكلة داخل القحف تسببها، يتصدرها هو يعني 3 أمور. أولا الآفات التي تشغل حيز في الدماغ، يعني أي كتلة أو ما يشبه الكتلة داخل الدماغ بتعمل صداع. هون بقى في عنا أمراض كثيرة، ورم دماغ سواء كان هذا الورم سليم أم خبيث، الكيسات المائية، النزوف الدماغية بتعمل توضعات إلى آخره، خراج الدماغ، هي واحدة. قد يكون علة داخل القحف أنه اختلاف الضغوط داخل القحف، يعني مثلا نحن بنسميها استسقاء الدماغ، مي بالراس زيادة بتعمل صداع، أو نقصة أحيانا يعني كثير من البزل القاتل بيسحب مي من الظهر بيصير في عندهم صداع. وقد يكون بآلية تخريج سحائي وهو شائع اللي هو التهاب السحايا وما يسمى النزف تحت العنكبوت الدماغي، الدم بيخرج السحايا بيعمل صداع. هذا كله مسمينها صداع، ما له هدول مواصفات خاصة إذا نحكي عنها أعراضها، لكن كله هذا اسمه صداع بسبب علة داخل القحف. هلا الأشياء منه إنه يكون في عندي أنا صداع بعلة خارج القحف، مو بالدماغ، بعيد عن الرأس تماما وهي شائعة جدا. صداع رقبي المنشأ، واحد عنده مشاكل العمود الرقبي، انقراص من التهاب، اي حمى مالطيه، حمى التيفيه، التهاب المفاصل الثواني احيانا بيرافقه صداع، اي حميات ممكن يرافقها صداع، بنسميه الصداع الرجيع، يعني بيرجع لاسباب ثانيه. هلا في عندنا شيء اسمه الصداع الوعائي، طبعا الوعائي يعني في عندي انا مشكله في اوعيه الدماغ فبيشبهه الصداع النابض مثل دقات قلبي، اوكي؟ فهذا يتصدره الشقيقه
او الصداع، ارتفاع التوتر الشرياني والصداع العنقودي. وقت ما نلاقي شيء من كل هدول نحن وبقول لك مريض انا الصداع هيك مثل الطاس بيعمل لك ايدي، هذا نسميه صداع التشنجي، وفتنا بقلب الاسباب النفسيه اللي القلق والكآبه والاكتئاب والجهد والتوتر العضلي وعدم الارتياح وقله النوم بيدخل فيها. هي بشكل عام، بشكل عام اذا نحكي لنا يعني اسباب الصداع عموما قبل ما نفوت ببعض تفاصيل البعض منها. طيب دكتور احمد، يعني عاده الاشخاص بالعموم اول ما واحد يحس بالصداع شو ما كان يكون النوع، وقبل ما يبحث عن السبب فورا بيتجه انه انا بدي اخذ باراسيتامول، بياخذ حبتين باراسيتامول، تراجع الاحساس بالالم، خلص نرجع مره ثانيه. وفي ناس بتتحول لانواع مسكنات اخرى اللي هي الاقوى، واللي بالتالي مع الوقت الانسان ممكن يصير عنده نوع من الادمان عليها. في منها بتاثر على الكلاوي بالجسم، تعمل ترسبات، وما بيبحثوا عن السبب لانه بيقول لك الصداع خلاص، يعني واحد اخذ برد، واحد كذا، ما بيبحثوا عن السبب. هي قديش بتصير مشكله عندكم وخصوصا بالعيادات طبعا. بيراجعكم طبعا. امراض ممكن خطيره مثل ما حضرتك حكيت، اورام، والسبب انه انا عم بخفي اهمال. ما في شك، هلا الصداع العابر خلينا نسميه، الصداع العابر كلياتنا معرضين له، كون الشكايه رقم 2 بالشيوع. يعني انا جاني وجع راس بحاله معينه، استمر له كم ساعه، ربما اخذت حبه ما تفضلتي باراسيتامول، ما شابا ايبوبروفين، ارتاح، اوكي. لكن في بعض انواع الصداع نقف عليها، انه لازم ننبه المشاهدين عليها. مثلا الصداع يلي بيجي مخاتل يعني خفيف، ويوم عن يوم عم يزيد، يعني ما عم يروح، وخفيف لساته بس يوم عم يبلك عم يزيد. يوقظ المريض ليلا، هدول بعض الصفات الصداع اللي هامه. الصداع الصداع العادي المفروض ما يفيق المريض من نومه، اما انا بلاقي عم فيه يوقظ المريض ليلا، وخاصه اذا رافقه اقياءات، والاقياءات تكون صباحيه بشكل النافوره، بنسميها اقياءات نافوريه قذفيه يعني. لا، هذا الصداع بهذا بده اهتمام كبير، هذا صداع مؤشر خطير حتى يثبت العكس. مثلا واحده هي هذه مثال، صداع هام جدا عند الاطفال، عند اطفال لحد ال 15 سنه، ابدا الطفل عاده الطفل صادق في شكايته حتى يثبت العكس. يعني الطفل عاده ما بيكذب، وكثير بيجونا حالات بس عنده صداع، صداع هذا ما بقول له ناقص بده شوكليتا او انت ما بدك تروح على المدرسه، قبل ما احكي بروحه المدرسه والشوكليتا بدي ان في سبب، لانه اورام الدماغ الحفره الخلفيه المخيخ عند الاطفال رقم 2 في الشيوع بعد سرطانات الدم. وبتجي بالصداع بالاول، لذلك الصداع عند الاطفال نعطي اهميه جدا. يعني هذا الواحد ما بطول بالي عليه، بطلب له راسا استخصاءات شعاعيه، طبخي محوري، رنين مغناطيسي الى اخره. فاذا في بعض انواع الصداعات يعني بنعطيه اهميه، اما صداع عابر مره وجع راسي اخذ هيك حبه اوكي، اما بشكل دائم لا. هلا الصداع الشقيقه يختلف بقالي شوي بتوصيفه بي 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 يعني باعراضه وتدبيره كمان، اذا يعني بدنا نحكي عنه او شيء يعني خلينا نحكي عنه، نوضح اكثر يعني اساسا صداع الشقيقه وكيف بيتم اكتشافه، يعني كيف بيتم معرفته. هو صداع الشقيقه دائما اولا يعني شقيقه مرض شائع جدا، عاده تصيب النساء اكثر من الرجال معروفه، 80% زبائن من النساء. وغالبا في لهم كرايتيريا معينه، لوك معين يعني بتكون بيسموها انه حساسه، معاملتها دقيقة مثل بالعام بيقسم الشعر بالنص. هدول نوعية من الناس، النساء أكثر معرضين للشقيقة أكثر من غيرهم كطبيعة. اثنين، حكما وراثة، إنه حكم في حدا بالعيلة، أما السبب الرئيسي وراثة، أسباب أخرى شو هي؟ له علاقة الوراثة اللي بنحكي، بس في حكما في قصة عائلية بنسميها، قصة عائلية دائما موجودة بالشقيقة، في حدا بالعيلة عندها. الصداع الشقيقة نقف عنده مشان يعني المشاهدين يعرفوها. ما في واحد بيقول لك انا والله صار لي 5-6 ايام بوجع راس دائم عندي شقيقة، هذه مو شقيقة، شقيقة ما بتجي 5-6 ايام، ورم الدماغ بيجي 5-6 ايام متواصل. الشقيقة دائما نوب، هجمات نوبية، نوب من الهجمات، يعني كل شهر، كل اسبوع، بالشهرين بثلاثة، احيانا كل اسبوعين ثلاثة تجي نوبة، هجمة قوية، صداع فظيع، عادة صداع نابض، بنسمي لانه الصداع يعني شو نابض؟ بيقول لك يعني هيك بيعمل هيك، عم يبض راسي مع دقات قلبي. في نصف الحالة بيكون في نصف الراس، بس مش شرط يكون، ممكن يكون بكامل الراس. اذا ياتي بشكل نواب، بشكل نابض، بيرافقه اقياءات، وعاده الاقياءات مريحه، بيقول لك يعني يعني ما برتاح حتى راجع. تنتهي بنوبه الشقيقه باقياءات مريحه. في بعض العوامل بتحرضها معروفه. عند المراه في مرحله الخصب الجنسي الطمث، زي كثير بترافق كل دوره طمسيه بصير عندها نوبه الشقيقه، بتعرف حالها انا الله يعيني على كل بدايه دوره بتجيني هالالام، هي بنسميها الشقيقه الطمسيه. في عندنا بعض الماكولات احيانا بتثير عند بعض الناس، الشوكولا، البندوره، الجبنه البيضاء، البرتقال، الضوء والضوضاء، لذلك هذول لحالهم بيشوفوا تجي النوبه ما في يشوف ضوء، بيعتم على حاله ويقعد بهدوء. وهدول الماكولات بتزيدها احيانا اثناء النوبه.
طبعا مرض غليظ فظيع بتراجع المشافي، بس سببه بسيط. غير اسباب الوراثه ما حكينا نحن، شو الاسباب الاخرى؟ ما الاسباب؟ هو توضع عائلي هالصفه هي هذه، هو آليته المرضيه مرحله تقبض وعائي في اوعيه الدماغ، بعدين توسع. مرحله التقبض بيحدث بيسمى الاورا، النسمه، يعني بيقول لك مريض احساس اضطراب حركي حسي بايدي بيشوف اهلها سابع، فحتجي النوبه. هلا بيقول لك بعد خمس حتجي النوبه، بعدين مرحله توسع الوعائي فبتحدث الالام هالنابضه هي. علاجها كثير سهل، في علاج نوعين من العلاج، اثناء النوبه بنعطي بعض المسكنات الخاصه فيها غير السيتامول، وبنعطي احيانا ادويه بتباعد النواب، بروبرانولول، بعض المهدئات النفسيه، بياخذها المريض بشكل منتظم فبتتباعد كثير النواب، وهي عاده تخف نواب الشقيقه مع تقدم العمر. الله يعين طبعا اللي عندهم شقيقه ويساعدهم، مثل ما حكيت صعبه شوي، ما أنا سهله. الام فظيع، الام فظيع. خلينا نحكي عن انواع اخرى من الصداع اللي هي لها علاقه مثل ما حضرتك حكيت بالامراض الخطيره. احيانا في ناس عندهم امراض، في ناس مثلا بيعانوا من حساسيه عاديه، ولكن هاي الحساسيه بتنعكس دائما بصداع، يعني بيكون عنده مثلا جيوب او عنده شيء مشكله بالاسنان، هذا العلم خارج القاحه بنسميه، يعني احيانا درس العقل كتير بيعمل لهم صداع. هلا في شغله هامه، انه مثلا لقينا درس العقل تفضلتي او الم سني صداع، ابدا ما بيعمل صداع الا بده يرافقه الم بالسن، يعني ما في اسمه وجع راس وسني ما عم يوجعني، لا هذا مو مسبب سني، بيترافق المنطقه كلها بتحسها بتصير بتوجع. التهاب الجيوب عنده الم في الجيوب وترافق بالصداع، الم عيني ويترافق، نعم هذا اسمه الصداع الرجيع بيرافقه، يعني بده يكون في الم في المنطقه بعدين بتجي لنا بينعكس على الراس بشكل عام. لا في عندنا بعض اشكال خاصه من الصداع في الوجه، عم نحكي هو الام الاعصاب القحفيه، خاصه الام العصب القحفي الخامس والتاسع والعاشر بيعمل الالام هي. وين تموضعها؟ توضعها دائما بيجي بنصف الوجه، الم العصب القحفي الخامس بشكل صداع في العرض الاساسي او الم الوجه يكون تعبير ادق، هو العرض الرئيسي فيه بيجي بشكل كهرباء. إذا هذا له صفة خاصة، لدعات كهرباء بيقول لك بتجيني، هو بيحاول بيقول هيك هون أو هون أو هون، اللي هو اسمه عصب الثلاثي التوائم بهالشكل، في فروع تمام، فبيلحق فروع يا العيني يا الفك العلوي الفك السفلي، والمريض بيوصفها نوبة كمان تجي نوبة مو بشكل دائم، بتحرضها أحيانا المكياج عند المرض، هي عم تحط مكياجها أو عم يغسل وشه أو بده يفرش أسنانه أو بده يحلق دقنه، لذلك دول شو بصير فيهم شدة ألم، بيتهمل حاله بيهمل حاله، رخى دقنه ما عاد حطت مكياج، ما بيعرف موعد بياكل أحيانا مضغ فبينحف بيصير عنده حتى كآبه، لكن ما بده يمارس اي بيحرض الم كهرباء، اسمه الم الشراره كهربائي فظيع، ثواني بتروح بس متلاحقه، هذا بيكون سبب الم في عصب مثلث التوائم. من له علاج؟ له علاج دوائي يستجيبه 60 في دواء خاص، طبعا لو سيتامول لو بروفن مركب بسميه الكاربامازيبين اسمه العلمي الطبي، ويستجيبوا عليه 60%، 40% اذا ما استجابوا يجي دورنا نحن كجراحين اعصاب نعمل لنا عمل جراحي من هون، ندخل بنحرر العصب مثلث التوائم من مركزه، في وعاء بيكون مضغوط ضاغط عليه مباشره تروح الالام، ثاني يوم راح بحاول بيعمل هيك مبسوط حاله اوف ما عاد في كهرباء عندي. طيب دكتور خلينا نحكي عن الصداع النفسي، كيف بيكون وهو اسبابه نفسيه وكيف فعلا فينا نتجنبه؟ هلا الصداع النفسي شائع جدا، بالصداع التشنجي بنسميه التوتري، اسمه الصداع التوتري. نحن دائما ما بنحكي بالصداع، اذا بنحكي صداع مزمن صرنا سنين فيه، حتى نحكي صداع التوتري النفسي يجب ان ننفي الاسباب الاولانيه، يعني بيعمل طبقي محوري للمريض، بيعمل رنين مغناطيسي، بيستجوب بشكل جيد، ما في قصه عائليه شقيقه، حتى احكي انه كله نفيته بنتقل المرحله الثانيه انه صدق. هذا عاده بيكون بشكل توتر، هو بيقول لك مريض شيء بيشد على راسي شد، غالبا في شده نفسيه عنده طبيعي، في ستريس عنده هو بعمله هو بمكان حيث يعني يمارس نشاطه، بيرافقه احيانا قلق اكتئاب الام معممه بالراس، بس اكثر شيء بالرقبه بيجي بهالشكل هيك بيقول لك ولهون بيشد راسي شد. عاده بالنوم بيعف عن النوم، هذا الميزه بالام النفسيه بيعف بالنوم بيرتاح، بس بنهار بالممارسه مع الناس بيزيدوا، وهذا علاجه بسيط بصراحه، مسكن عادي مرخي عضلي واحيانا شوط مضاد للاكتئاب نعطي مضطر نعطي او يعني الناس اللي بتقول لك انا بس يوجعني راسي بدي اروح نام برتاح، هذا غالبا بنقول صداع نفسي. هلا اذا كان عابر وعم يروح بيجي فترات متباعده ما في مانع، لكن اذا كان باحدى حكينا بعض المواصفات طفل او مثل الكهرباء او بالليل عم يفيقوا في بعض المواصفات، هذا بدنا لازم يراجع الطبيب بده يستقصيه. طيب دكتور في بعض الاشخاص بياخذوا مسكنات الام بس بيضلوا عم بيحسوا انه انا عندي صداع كل الوقت حتى لو اخذ مسكن باراسيتامول، هذا معناته هذا شو نوع الصداع اللي بيكون عنده؟ شو نوع الصداع؟ رجعنا الاول معرفه الصداع هي اسمها عتبه الالم،
اللي تختلف من شخص لاخر. اثنين بيجوك عندهم الم بالسن، عتبه الم وحده مشعره، بس واحد تلاقي صوته لبرا عم يصرخ والثاني قاعد بس بيكتفي بالحركه هيك، عتبه الم هذا تحمله يعني قدره تحمله، هي شغله شخصيه، عرض شخصي، الصداع هو حكما عرض شخصي، الالم عرض شخصي يختلف من شخص لاخر، ما له علاقه التعبير عنه تختلف بحياته شو بياخذ. يعني مثلا في ناس بتقول لك انه هذا عتبه المه خفيفه لانه مثلا مدخن كثير وبيشرب كثير او كذا، هي لها علاقه شيء بهي الايات؟ الشيء له علاقه اكثر شيء هي طبعا مدمنين مخدرات، مدمنين كحول، بتكون عتبه المه عنده منخفضه، هدول بيحتاجوا مسكنات اكثر. مسكنات على صحيح. والضعف المناعه ما في شك ان مناعته ضعيفه لاي سبب إن كان، والحاله النفسيه المزريه المزمنه بتعمل ضعف مناعه، فهي بده يكون تحمل الالم يكون اليف، فبده عليه مسكنات درجه اقوى. طيب دكتور بالختام بعض النصائح لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا فعلا اللي بي عندهم مشاكل صداع ويجب التوجه الى الطبيب، لانه دائما عندنا بالثقافه المعروفه باخذ حبه سيتامول وخلص بيمشي الحال، اخر خيار لتتجنب كل هي المشاكل؟ النصيحه اولا الصداع اللي يخافوا انه عرض شائع، وهي ليس بمرض كما ذكر، هو عرض لمرض بيرافقه امراض عديده جدا، فعاده لما يجيك الصداع مع ارتفاع حراره التهاب لوزات او مقرب الى اخره، هذا ما بطلب له طبقه محلوله، بقول له عادي مسكنات. الصداع العابر اللي بيجي خدا يعني فترات متباعده ويستجيب مسكن بسيط وما في اعراض اخرى، اهم شيء انه الصداع فقط بدون اعراض اخرى. شو صار اعراض اخرى؟ ما عنده مثلا، في ناس بيجيك صداع وما لتمه صار لا لا مو طبيعي، صداع صار عنده فالج شقي، صداع ونوبه اختلاج شحنه كهرباء، لا هذا فورا بده استقصاءات، هذا قد يكون في ورم دماغي. اما الصداع هذا بصفات بسيطه المتباعد لا مانع انه ياخذ مسكنات، ولكن شاف حاله كثير عم تتكرر لا مانع استشاره الطبيب. اما بقيه انواع الصداع وصفناه تبع الكهرباء، الصداع عند الاطفال، علاجات متخصصه، يجب مراجعه الطبيب باكرا ما امكن حتى راسا يكون تشخيص باكر ولا تقديم العلاج كمان باكر. اكيد. بالختام بدنا نشكرك دكتور احمد جهاد عابدين على كل النصائح اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى الناس كلها تكون عرفت شو نوع الصداع اللي عندها لحتى تتوجه وتاخذ الدواء المناسب. شكرا لك. شكرا لك، نتمنى الصحه والسلامه لك كل الناس. شكرا لك دكتور.